جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الدار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، والله يمسيكم بالخير والسعادة والرضا، وحياكم الله في هذا اليوم الخميس، وإن شاء الله يكون يوم إن شاء الله ماتع بالفائدة والمتعة والسعادة إن شاء الله. في حديث الدار يا محمد كالعادة حديث عفوي وبسيط وجميل، نتنقى في موضوعات كثيرة. اليوم إن شاء الله حنركز على مسابقة لها رواج ولها فترة طويلة، مقام من 6 شهور تقريبا، وهم الآن في التصفيات الأخيرة. مسابقة قارئة، ستكون معنا الأستاذة غيداء الربيعة مديرة هذه المسابقة والتي تشرف عليها شركة إثراء المعرفة. كذلك نسعد بمشاركاتكم واستفساراتكم حول الطب، لكن الطب بين قوسين العيون، يعني إذا في عندكم استفسارات عن أشياء حول العين من ناحية العمليات أو بعض المشاكل، فرصة، لأنه ضيفنا اليوم سيحلق بنا حول هذا المجال إن شاء الله بإذن الله. وحنعيش معه في يوميات طبيب العيون، يعني فترة الدراسة والمواقف اللي مرت عليه والحالات اللي كانت عنده في العيادة وبعض الظرائف واللطائف، حنعيش إن شاء الله مع الدكتور محمد حنتيرة. طيب، نسعد بمشاركاتكم على هاشتاج حديث الدار، وكذلك اتصالاتكم حول موضوع عند أحمد راح يطرح لكم. والله بس قبل الاتصال أو الموضوع، يعني جزاهم الله خير المشاهدين، مهم مقصرين معنا في تويتر، يرحبوا فينا ويشاركوا معنا مشاركات عامة. وللأمانة نحن نبغى من المشاهدين الكرام أنهم يشاركونا في صناعة محتوى البرنامج، أفكار، مبادرات، ضيوف، لأنه البرنامج إذا كان مننا وإليهم يعني حيكون فيه مشاركة شعورية، وحنحس أنه كلنا جالسين نصنع برنامج مع بعض، وفعلا نحن في حديث الدار جالسين نتكلم ونشارك وناخذ ونعطي. لكن إذا كان البرنامج ينحى منحى أنه والله أحمد ومحمد هم بس اللي يقدموا اللي عندهم، فصار البرنامج بعيد عن العفوية اللي نحن نطلبها في مشاركة الجمهور معنا، خاصة أنه الدار هذه داركم ودارنا ودار كل متميز، فنحن ننتظر يا أحمد أنه المشاركين فعلا، يعني وسائل التواصل تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك موجودة في موقع تويتر، الواتس أب، وسائل الاتصال الهاتفي، الهاشتاج. نرحب بأي فكرة ليس لها إطار معين، نحن إن شاء الله نفندها بإذن ونشوف الله المناسب ونطرح بين أيديكم إن شاء الله. نطلع فاصل من قهوة نياك محمد. طيب، ليش لا نطلع فاصل. هي. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار. يعطيك العافية أحمد على هذا القهوة الماتع الجميلة. حبيبي تستاهل كل خير، الله يبارك فيك يا محمد ومشاهدين الكرام. اليوم محمد نحن نتكلم في رسالة المساء دائما أفكار ومشاركات أو مواقف وقصص تكون قديمة حديثة نسمع عنها. اليوم في رسالة المساء الجمهور هو من يصنع هذه الرسالة بإذن الله. أعطونا كذا الكاميرا ونقول لجمهورنا الكريم، اليوم نحن في آخر الأسبوع، خميس
جمعة سبت. نتمنى من كل مشاهد تظهر الآن الأرقام عندنا، نبغى فكرة ومبادرة إيجابية توصينا فيها نحن أحمد ومحمد وكل من يشاهد هذه الحلقة بالاتصال الهاتف، تعطينا إيش هي الفكرة أو المبادرة الإيجابية اللي ممكن نحن نسويها خلال هذه اليومين في الإجازة. طيب ممكن بس بشرط. بشرط. إيه يكون لها شرطين كذا صغيرة. نعم. صغيرين. الشرط الأول تكون المشاركة أو الفكرة أو المبادرة سهلة التطبيق. حلو. تكون سهلة ويسيرة وبسيطة سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو المجتمع. حلو. الشرط الثاني أنها تكون فيها فكرة. جميل. جديدة، يعني ما تكون شيء مكرر، فتكون فكرة فيها تجديد وبالتالي فيها ظهر جائزة عندك من جيبك. أي طب نعيد نحن مرة ثانية، الجائزة هي من حديث الدار مقدمة لكل المشاهدين أو لمن يفوز. معليش 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 كذا حنورط نفسنا. حتكون الجائزة إن شاء الله 100 ريال لأفضل مبادرة إيجابية تطرح معنا في هذه الحلقة، وما ما فيها صعوبة، بس تفتح الهاشتاج أو الواتساب وتكتب كذا الفكرة، مثلا يمكن ما تجي ولا 10 أحرف تكتبها. نحن نبغاها واتساب وتويتر ولا نبغاها اتصال هاتفي أو اتصال هاتفي؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك نخليها اتصالات هاتفية اليوم فقط؟ إيش رأيك؟ طيب نأخذ اتصالات هاتفية بس اليوم، توكلنا على الله. يعني نعيد الفكرة مرة ثانية، نقول مشاهدين الكرام الأرقام تظهر معكم تباعا على الشاشة، ارفع السماعة، أعطينا فكرة إيجابية أو مبادرة رائعة تطبق خلال اليومين هذه خميس جمعة سبت، بشرط أن تكون الفكرة هذه سهلة التطبيق واحد، الشيء الثاني أنها تكون فكرة إبداعية مبتكرة غير الشيء التقليدي والروتيني. بعد نهاية الحلقة مباشرة حنرشح الفكرة الفائزة معنا ومباشرة سيحول أو سيودع في رصيدها 100 ريال حديث الدار. إن شاء الله ما يبات الليلة صاحب الجائزة إلا والمية في حسابه بإذن الله. طيب شو لك نعيد أرقام التواصل؟ طيب نعيد أرقام التواصل وحتظهر معنا تباعا في الشاشة. أيوة شباب، هذا أرقام ظاهرة معنا في الشاشة الآن. طيب نحن نستقبل اتصالات كاملة، والله الله شدوا حيلكم، احرقوا لنا البرنامج، نبغى نسمع اتصال واتصالين وثلاثة وعشرة، اسعدونا بسماع صوتكم في هذا البرنامج، شاركونا حديث الدار. طيب أول اتصال نقول بسم الله. طبعا هذا من جيبي ذي. اي انا تفاجأت ما شاء الله تبارك الله. طيب وش الموضوع؟ عن ايش تتكلمون؟ موضوع مفتوح، نبغى فكرة تطبيقية لي أو لأحمد أو للأسرة بشكل عام، أو لك أو لأسرتك أو لك أو لأسرتك. نعم. نطبقها في يوم الخميس اليوم والجمعة والسبت في هذه الإجازة، نطبق فكرة بسيطة سهلة فيها تجديد والجائزة 100 ريال. وخلينا نحن نقول إيش فائدة الفكرة هذه اللي نحن نطرحها اليوم في نهاية الأسبوع. ما شاء الله تبارك الله، جاءنا اتصال. طيب جاءنا اتصال، نسافر إلى حفر الباطن. أم رهف من حفر الباطن، حياك الله أم رهف. يا هلا وسهلا فيك يا ام رهف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، وانت اول متصله معنا في البرنامج، لو تعلي صوتك شويتين وتعطينا فكرتك لهذا الاسبوع. فكرتي لهذا الاسبوع من حسن سلام المرء تركوا ما لا يعنيه. جميل. يعني فيه بعض الاجتماعات والزيارات اللي فيها مثلا غيبه ونميمه، حاولت اني اترك الاسبوع هذا تفاديا ل الوقوع في الغيبة والنميمة وقيل وقال. جميل. طيب ممتاز. طيب طيب مع السلامة. بس أنا ودنا نعرف كيف أطبق هالفكرة. تطبيق الفكرة هذه واحد، والشيء الثاني الأخوان في الكنترول قبل ما يعطونا الاتصال يأخذوا رقم الجوال بحيث نتواصل معي إذا كانت هي الفكرة المرشحة. كان فاز. طيب معنا عبد العزيز، أخوي عبد العزيز الله يمسيك بالخير. من الرياض يا أبوي. حياك أخوي، هلا وسهلا، حيا الله الرياض. السلام عليكم يا أبوي. سلام، حياك الله بياك. سم فكرتي ان مثلا ايجاد سبحة موجود معك في السيارة، تكون في حالة الزحمة وفي حالة شيء تسبح تروح لك الوقت ولا تفكر في الاختناقات، ويكتب لك الأجر فيها. جميل، حلو، يعطيك العافية. جميل، فكرة جميلة، وإن كانت هذه ما هي خاصة بالخميس والجمعة لكن فكرة تسجل. لكن يمكن نحن نقول أهمية الفكرة هذه استغلال، لانه اليوم مشكلتنا احنا مع الجوالات، صرنا من يوم ما نوقف في الاشاره نفتح الجوال، نفتح الجوال نشوف تويتر، نشوف الهاشتاج سناب شيء معين، فهذه فكره تدخل من ضمن قائمه الافكار اللي عندنا. انه انسان يسبح الله باذن الله يكون في السياره شيء يذكره. طيب عندنا اتصال ولا؟ طيب اعطني فكره يا احمد. قبل الفكره نحن ليه اهميه الموضوع هذا اللي حنتكلم عنه؟ لانه اصبحت اجازاتنا اجازات روتينيه قاتله، عارفين ايش حنسوي، او تكون اجازات بلا هدف، يعني برامج بلا هدف. نحن اليوم نقول ما في مانع نستمتع وننبسط ونطلع نستانس مع اهالينا
ونسوي كل حاجة تحلو لنا، لكن الأجمل من ذلك أنه يكون في هدف نحن نسعى إليه وفي نية تصاحب هذا البرنامج، لأنه بهذه النيات الطيبة المباركة مع العادات نحن جالسين نسويها في حياتنا حيكون لها أثر كبير بإذن الله. ممكن تكون الأفكار يعني محيطة بالأسرة، ممكن خارج الأسرة، ممكن تتعلق بالمسجد اللي، نعم، اللي في الحي، ممكن تتعلق بشباب العائلة، ممكن بفتيات العائلة. راح تكون الفكرة أكثر تركيز إذا كان التركيز على اجتماعات الأسر، لأنه غالباً اليومين هذه يصير فيها اجتماعات العوائل. ممكن فكرة تكون جميلة تضاف لهذه الاجتماعات. جميل، جيد. فيعني أثروا هذه اتصالين إن شاء الله جات من أم رهف وعبد العزيز. طيب، وإن شاء الله تأتي تباعا، وما حنوقف. نحن نقول في أي فقرة ونحن فيها ارفع السماعة وعطينا فكرة وبإذن الله حنذكر. طيب، نأخذ اتصال الثالث. نرجع الرياض. أخوي عبد الله، الله يمسك بالخير. أخونا عبد الله، مساء النور، الله يرضى عليك. طيب، الفكرة وصلت، عطنا فكرتك. يلا أبو عبد الله، معك الله يسلمك. سم أبو عبد الله، سم. الفكرة، الله يسلمك، نسمعك يا أبو عبد الله. الله يسلمك. بالنسبة ليوم الجمعة، يوم الجمعة فكرة اجتماعية جميلة، فيها نوع ترفيه، فيها نوع عبادة، فيها نوع ترفيه عن الأسرة. الله يسلمك. يخرجون يوم الجمعة الأسرة كاملة مبكرة لأحد المساجد الجوامع الكبيرة. الأسرة كاملة يعني الأب والأم والبنات والأولاد، العائلة كاملة. أي نعم، يا سلام. يذهبون لحد الجوامع الكبيرة، فيها لا شك صلاة جنازة، فيها لا شك قراءة سورة الكهف مبكرين، الأسرة كاملة، العائلة كاملة. أتكلم عن الأب فقط والأولاد، يا سلام، إنما عن الأولاد كلهم، عن الأسرة كاملة، الأم والبنات وغيرهم. يذهبون للمسجد ويصلون الجمعة مع المسجد، بعد الصلاة يذهبون لأحد المطاعم أو حدائق أو كذا، يتنزهون قليلا. بعد العصر يكون فيها زيارة أحد الأقارب، أحد اللي لهم حق، يا والد أو والدة. بعد المغرب مثلا ممكن محاضرة أو شيء يعني يستفيد منها العائلة. جميل. ثم الرجوع إلى البيت يا أخي. جميل. جميل. جميل، أنت ما شاء الله رميت أفكار مو فكرة، ما شاء الله. هذه نزهة عائلية متنوعة، ما شاء الله، تبارك الله. فكرة رائدة وجميلة، وبندخلها في موضوع الترشيح. أنا جالس أكتب. طيب، الأفكار الآن، والأخوان في الإعداد يكتب الأفكار. ممتاز والله، فكرة هذه رائعة، هذه فكرة رائدة ورائعة وجميلة. طيب، مين معنا؟ أم ياسر، حياك الله أم ياسر. أحييكم. يا هلا وسهلا فيكم ياسر، أعطينا فكرتك. بالحقيقة أنا فكرتي أتكلم عن الشخص نفسه، فأقول من حقنا أن ننظر إلى أنفسنا بإيجابية. ففكرتي تقول أن نجعل الخميس والجمعة والسبت فرصة أن نغير أنفسنا، فأي أي شيء سلبي بداخلنا نجعله نحوله إلى إيجابي. مثلا إذا كنت انطوائية، فأنا أفكر كيف أتحول إلى إنسانة اجتماعية. جميل. وأخترط بالناس. مثلا كنت إنسانة عصبية، كيف أكون حليمة؟ فأولا أنظر الصفة اللي أنا أبغيرها، ثم أضع لها خطة، يعني أضع جدول أقيم نفسي. اليوم الأول كيف، هل أنا تغيرت أو لا؟ اليوم الثاني واليوم الأخير أقيم نفسي. جميل. هل استطعت أجتاز أم لا؟ طيب، جميل جميل جميل، يعطيك العافية أم ياسر. جيد. تحويل عادة سلبية إلى عادة اجتماعية، إلى عادة إيجابية، معليش، بجدول معين خلال يومين. خلال يومين يكون في سيناريو. جميل، يعطيك العافية أم ياسر. اللهم بارك. هذه أربع مشاركات إن شاء الله، نحن ما زلنا ننتظر مشاركات الجمهور. ترى شوي ونقفل. اللهم صل على النبي. طيب، إيش رأيك يا محمد؟ نحن نطلع لفاصل الصورة تتحدث. يلا. ناخذ نلتقط انفاس المشاهدين، يلتقط انفاسهم، يفكروا كمان خلال الدقيقتين هذه. ايه، امسكوا جوالاتكم باذن الله. طيب، يلا حياكم. فاصل المشاهدين الكرام. وقطف قد دنا ثمرا، ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالامطار غيث فينا.
فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء. طيب حياكم الله من جديد. أبو مريم يقول عندنا اتصال. من معنا يا أبو مريم؟ إبراهيم. إبراهيم بخاري. حياك الله يا أخونا إبراهيم، السلام عليكم. لا مرحبا، تفضل. سمعي تفضل. نحن تفضل، أنت تفضل يا إبراهيم. أرخي الصوت ولا كيف؟ لا لا ترخي ولا شيء، أنت على الهواء. مرحبا مليون، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعطنا فكرتك أبو أخونا إبراهيم. فكرتي محبي قناة المجد، نحن محبي قناة المجد. الله يحبك ونحن نحبك. الله يحفظك. فكرتي إنه نستغل يوم الجمعة، تعرف الجاليات في مكة، الجاليات في وطننا الغالي، مملكتنا الحبيبة. يوم الجمعة عندهم اجتماع شبه كبير. حلو. فالفكرة إننا نذهب إلى هذه الجاليات، ممكن كل أب يأخذ أولاده ويذهبوا إلى الجاليات. السلام. إلى هذه الأماكن في الرياض، في جدة، في القصيم، في مكة، ويعني يزوروا هؤلاء الجاليات، وكذلك يعطوهم بعض الكتب أو يعطوهم بعض الإرشادات، ويسووا لهم برامج يعني كل جمعة. جميل. من بعد العصر للمغرب. جميل جميل جميل. سواء كانت يعني محاضرة أو كانت كلمة أو كانت يعني نشاركهم حتى هم يشعروا إنه لهم إخوان في مكة ولهم إخوان في المملكة. ما قصرت أخوان إبراهيم، الله يعطيك طيب العافية. حلو. طبعاً أخوان إبراهيم فكرته حول موضوع الجاليات اللي هي الجنسيات اللي هنا عندنا في السعودية، يعني كيف نقترب منهم بأسرنا، نقدم لهم شيء، يعني مجموعة هم يجتمعون. فكرة حلوة. يعطيك العافية إبراهيم. طيب. وشوف يا أبو حسان، هذه الأفكار جالسة تطرح اليوم عندنا، هي في يوم من الأيام كانت فكرة، والفكرة تكبر وتكبر وتكبر حتى تصير أو يصير مشروع كبير ويكون له رواده ويكون صحيح. له محبيه. واليوم نحن سنقف على واحدة من هذه الأفكار اللي كانت صغيرة، لكن اليوم هي كبرت وأصبح واقع. مشروع كبير، مشروع واقع، مسابقة كبيرة وضمت أرقام هائلة من المشاركين. اليوم نحن في فعالية ثقافية مع مسابقة قارئة اللي تشرف عليها شركة إثراء المعرفة، ويسرنا أن يكون معنا الأستاذة غيداء الربيع مديرة هذه المسابقة للإطلالة ومعرفة تفاصيل هذه المسابقة. حياك الله أستاذ غيداء. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ غيداء، ومبارك عليكم بداية هالمشروع الكبير وهالإنجاز اللي تحقق في هذه المسابقة. الله يبارك فيكم يا حيا غيوم. إذا تسمح لي ممكن أعطيكم نبذة عن المسابقة. طيب تفضلي. تفضلي. المسابقة الثقافية الوطنية قارئة هي إحدى مبادرات شركة إثراء المعرفة، وشركة إثراء المعرفة هي أول شركة وقفية نسائية على مستوى المملكة بإشراف أستاذة الدكتورة نوال العيد. طبعا شركة إثراء المعرفة تزامنا مع خطط التحول الوطني وضعت خطة استراتيجية، وانبثقت من هذه الخطة العديد من المبادرات التي تخدم خطة التحول الوطني، ومن هذه المبادرات اللي هي مسابقة قارئة. مسابقة قارئة طبعا تهدف بشكل عام إلى تعزيز شغف المعرفة والمشاركة في التغيير. انطلقت بفضل الله في 22 شعبان من السنة الماضية 1437، واستمرت لمدة 90 يوم، أي يعني تقريبا بدأت قبل قرابة 5 أشهر. شارك فيها بفضل الله 15,000 متسابقة على مستوى المملكة من كافة مناطق المملكة، قرأوا خلالها 120,000 كتاب. طبعا مروا في رحلة ثقافية من خلال مراحل متعددة، بدءا من مرحلة التسجيل، ثم قراءة الكتب، ثم التلخيص، ثم الاختبار، ثم المرحلة اللي هي قبل النهائية اللي هي مرحلة التحكيم في العاصمة الرياض. ثم الآن إثراء المعرفة تستعد
لحفل التصفيات النهائية اللي هي المرحلة الأخيرة اللي بحول الله بيقام بعد غد السبت في مسرح جامعة اليمامة. حفل التصفيات النهائية يشارك فيه 15 متسابقة تأهل من هذه المرحلة من أصل 15,000. ما شاء الله تبارك الله. راح يكون فيه عروض راح تعرض فيه القارئات ال 15 خلاصة ال 15 كتاب في 80 دقيقة، بالإضافة إلى عروض القارئات اللي قدموا من مناطق مختلفة، قارئة قادمة عندنا من كندا، وقارئة قادمة عندنا من ليبيا، وقادمة من أو القارئات مثلا قدموا عندنا من الدمام، من الخبر، من مكة والمدينة. فعندنا تنوع كبير في مدن القارئات، بالإضافة إلى عروض القارئات عندنا فقرات إسرائيلية بإذن الله راح يتحدث فيها قامت الثقافية كبيرة في على المسرح في يوم السبت بحول الله، منهم الأستاذ الدكتورة نوال العيد، الدكتورة علي الشبيلي، أيضا الدكتورة هند الخليفة، وأيضا الدكتورة سارة عبد الكريم، والأستاذة هند عامر، والأستاذ أنس العساكي. طيب أستاذة غيدة، خليني أنا أسألك سؤال كذا أقطعك شوي. المراحل العمرية للمشاركات ما بين كم إلى كم؟ طيب ممتاز. المراحل العمرية عندنا من الشروط من 16 سنة فما فوق، لكن الجدير بالذكر هنا أن 85% من المتسابقات 15 أعمارهم تتراوح ما بين 16 و25 سنة، فهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أن الشباب بحاجة إلى الكثير من المبادرات، سواء في مجال القراءة أو في غيره من المجالات. صحيح. يعطيك فضل. طيب أستاذة غيداء، في باقي شيء توضحي لي فكرة المسابقة ولا انتهينا كذا؟ يعني المسابقة ستقام يوم السبت، هي صحيحا؟ يوم السبت هو يوم حفل التصفيات النهائية، والتسجيل ما زال متاح، والتذاكر ما زالت مطروحة لكنها محدودة في وسائل تواصل إثراء المعرفة على تويتر وإنستغرام وغيره. أيضا إذا سمحت لي إذا في الإمكان أشكر عدد من الرعاة اللي ساعدونا ودعمونا في الحفل. تفضلي. عندنا شركة المراعي، عندنا أيضا شاليهات ديار، عندنا شركة 25 أو 24 إطار، هذول فعلا يعني خدمونا فنشكرهم من هذا المنبر، وندعو متابعات قناة المجد لحضور حفل التصفيات النهائية بعد غد السبت في مسرح جامعة اليمامة. جميل. فكرة جميلة ورائدة، ونحن ننصح جميع الفتيات والعوائل أن يهبوا إلى هذه الملتقيات التي فيها الفائدة والمتعة. شكرا أستاذة غيداء الربيعة مديرة مسابقة قارئة، شكرا جزيلا لك. محمد، طيب. بس في واحد من الأفكار الجميلة اللي جاءت، يعني قالت أنت ما شاء الله عندك اللغة العربية، اللي جاءت ما تجي اللي جاءت، التي جاءت اللي جاءت اللي هذه الفصيح العامي الفصيح العامي صح. طيب هذه مشاركة من فضل تقول فكرتي هي نغير روتين البيت، والرجال بنفسه يطبخ اليوم عشاء أو بكرة بعد الظهر غدا للأهل. أتوقع هذه المبادرة والفكرة ما شاء الله هي من السنن اللي قائمة في حياتك محمد، ما شاء الله. والله هذا من فضل الله تعالى. هذه أم محمد تضيف إلى الفكرة. هذه برضو حلوة، تقول أثناء الاجتماع العائلي، طبعا مشاركات تويتر ما هي داخلة في التقييم طبعا، لكن أثناء الاجتماع العائلي إشغال الأطفال في مسابقات مفيدة مثل أفضل عمل قهوة وطبخة إلى آخره. هذه طيب. مشاركة لو دخلت معنا في اتصال هاتفي كانت حصلت على الجائزة. طيب نسافر للقاهرة ناخذ فاصل ثم نعود. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوار في نوادينا. جلسنا في فناء الدار. إيه مالك. الله يحييكم من جديد. طبعا احنا كنا مع الدكتور ونتناقش انا اخوي احمد حول موضوع الفكره هذه اللي في الاسبوع، واعطانا فكره يعني ما شاء الله ممكن هي اللي تغطي على السوق. هي هذه مشكله الجوائز يا جماعه ولا لا يعني. يعني ممكن احنا نعطيك الجائزه انت بدل وحتى بدل ما نحول لهم مشوار خاص مباشره انت قريب. طيب تعطينا فكره بدايه اول شيء دكتور. والله انا مش فكرتي عشان كل واحد ينسب له القصه. زوجتي هي اللي اقترحت الفكره دي في ان احنا بنقعد ساعات طويله جدا قدام الجوالات. جميل. واعتقد ان المشكله دي مش عندي في البيت بس، صح ولا لا؟ صحيح. حتى الاطفال صغيرين اصبحوا يعني بيجي من المدرسه ماسك البلاي ستيشن بتاعته او ماسك الايباد بيتفرج على حاجه معينه، هو العاب، ويمكن الاب عمل
بالضبط. والام يمكن صديقات وكذا وتسمع طيب. اخبار انت ما تقدرش وحتى احنا يعني بقينا انتانجلد جدا مع الايباد. صح. عايز تتفرج مثلا على الحلقه دي ممكن ابقى اشوفها على اليوتيوب ولا ان انا اشوفها وقتي ما يناسبش. صحيح. فبقينا بنشوف الصور بتاعتنا بنحط الكلام كل حاجه موجوده في الجهاز. والفكره ايش هي طيب يا دكتور؟ الفكره بقى يا سيدي ان احنا نحط باسكت عباره عن سله اللي هي سله اول ما ندخل البيت في يا جماعه ساعه ساعه ونص فلنفترض هي ساعه الغداء تمام ما حدش فيها خالص يمسك الجوال نحطه على الصامت ونحطه في الباسكت ده مده ساعه ساعه ونص تخيل انا بطمح في ايه ساعه ساعه ونص نقعد فيها مع بعض يا الله يعني احنا وصلنا لمرحله متدنيه جدا من التفاهم. طيب هذه فكره رائعه من دكتور محمد ونحن سعداء بك دكتور في هذه الليله. انا اللي اسعد والله. الله يبارك ويوميات طبيب عيون. الله يسعدك يا رب. سؤال كذا دائم يجي على بالي بما اني انا من مرتدي النظارات مرتدي النظارات دائم اشوف اكثر اطباء العيون يلبسوا نظارات. كان زمان ده انا السنتين او الثلاثه اللي فاتوا دول مثلا لا يقل عن اطباء عيون حاجه وعشرين 30 اصل انت بتتكلم دلوقتي على نسبه نجاح 95 97% 98% من ايش نجاح ايش العمليات التصحيح الابصار الليزر والليزك العاديه والمريض يعني كان في الاول انت بتتكلم اول عمليه اتعملت كانت من 25 سنه 27 سنه بالظبط كان لها سلبيات ولا كذا لكن بس في الاخير بس دلوقتي الاجهزه تطورت جدا جدا خالص. وتنصح بها الدكتور طبعا انا عامل لزوجتي وعامل لاختي ولا يقل عن 13 14 واحد من اسرتي وعقبالي ان شاء الله يا رب ان شاء الله تشرف والله طالما الفحوصات كويسه توكل على الله. طيب يعني هذه نصيحه طبيه مجانا يا طيب ان شاء الله عقبها شيء مجانيه ثانيه بس انت شفت نفسك من غير نظاره؟ شفت. انا ليا اصحاب كتير في مجال الاعلام مش هذكر اساميهم بيعملوا ايه بقى انت عارف على تويتر في ستاتستكس كده بيروح مصور نفسه بالنظاره ومصور نفسه من غير نظارة ايه رأيكم يا جماعة وشوف الاستاتيستيك شكلها ايه لان مش بس الموضوع ان انت كراجل اعلامي مش ملك نفسك بس صحيح. انت ملك للجمهور صحيح. ممكن لما ييجوا يشوفوك ايه ده تحت عينيك هرات سودة خالص ده كانت إيه. مثلا انت ما شاء الله زي الفل ترى ايش رايكم انا ممكن امشي تكلمنا بعد الشغل طيب احنا تخصص طيب دكتور محمد خلينا اسالك يعني من بين كثير من التخصصات انت اخترت الطب ومن بين كثير من المجالات الطبيه اخترت العيون هل لهذا الاختيار قصه معينه والله يا احمد هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بس من وانا صغير الحقيقه والدتي ووالدي كانوا دي بقى شوف التربيه اللي انا الحقيقه بدعي لهم من قلبي من دلوقتي بينادوني في البيت الدكتور محمد جميل ولما كنت في ثانويه عامه كاتب على الغرفه بتاعتي وما زالت لسه الورقه موجوده بس خلاص متهالكه تماما الدكتور محمد حنتيره رئيس قسم الجراحه اوه ما شاء الله هذه صناعه انت بتشوف على قد ما انت بتدي ابنك الحماس كلمه انت بس لو بتقول لابنك انت مخك غير بس انت مختلف عن اخواتك ايوه يا بطل ايوه يا بطل ما فيهاش حاجه هيبقى عنده الحماس انت بتشحذ همته بتديله ايجابيه طول عمره تلاقيه انت ما شاء الله اكرم اخواتك هو انت في زيك ذكائك ما شاء الله وانا هقول لك على حاجه وبالتالي صنعت دكتور محمد وهذا هو والله هذا قول الحاجه بص يا سيدي لما كنت بدرس في البحرين في سنوات الابتدائي وكنت الحقيقه عندي مشكله كنت في مصر الاول في مدرسه فرنسيه وبعد كده نقلت عربي في مدارس عربي حكوميه في البحرين مش عارف اخش في السيستم ازاي في الجو وكانت درجاتي وحشه جدا في ابتدائي اولى ثانيه ابتدائي والدي والدتي زعلانين جدا اذا كنت كويس يعني في مرحله الحضانه واول او نص السنه الاولى من ابتدائي كان ماشي كويس ما حدش بيدي على اي كومنت ايه اللي حصل تفتق ذهن والدي ان هو يعمل ازاي ان هو يدي برضو الحقن بتاعه التحفيز الجرعات الايجابيه جاب لي هديه برافو عليك انا مبسوط جدا البرفورمانس بتاعك رائع بيشكروا فيك اساتذتك جدا ما شاء الله في العربي انا ايوه ما شاء الله عليك تخيل الدرجات عايز جايزه اللي بعدها هو ده والله موضوع تربيه الاطفال بالتحفيز بيفرق كتير جدا ولمسه هي لمسه ابداعيه
هي حرفة ولمسة إبداعية تغير مسار حياتك. أعتقد كلنا كده يعني فعلاً. لو أنا أحمد أو محمد أكيد والدك ووالدتك ما شاء الله ما صنتوش اللي أنتوا فيه دلوقتي فعلاً. إلا بالحقن الجميلة صحيح. اللي هي بتحفز أكتر منها كنقد للطفل صحيح. طيب ثم الآن الدكتور محمد دخل انتهى من الثانوي ودخل الطب نعم. ونرجع لسؤال أخونا أحمد، إيش اللي خلى الدكتور محمد يختار الطب تخصص العيون؟ طب ثم العيون ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بأن أنا أكون خامس على دفعتي والأول على العيون في في درجات اللي هي التراكمية بتاع كلية الطب التراكمي. فكان بلا شك أن أنا أفضل مكان لي أختاره عشان أتعين في ستاف جامعة هو كان العيون. أنا بحبيت التخصص ده قوي. الجمال في العيون عن بقية التخصصات ان هو كل شغله ما فيهوش دم. هتقول فيه دم بس انت لو لقيت مثلا نقطتين دم او ثلاثه يبقى ده انت كده. هو الدم فيه قليل. هو انا ما بحبش اللون الاحمر الدموي ده. انت انسان تفاؤلي ما شاء الله الحمد لله. حاولت ان انا ادخل في الامتياز بيلففونا على الاقسام المختلفه. دخلت قسم النساء والولاده مثلا. وين درست دكتور؟ انا في طنطا جامعة إقليمية عادية جدا ليست يعني خاصة ولا لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بعد كده في إنجلترا ثم سنغافورة وممكن أكمل معك أحكي لك القصة. فالمهم يا سيدي قسم النساء والولادة دخلت النساء والولادة سريخ الستات في كشك الولادة بيسموه كده واللي ابنها بيموت جوه بطنها واللي حبل السوري ست ساعات أنا مفروض أقعد فيها شهرين. ست ساعات هم دول كانوا اخر ست ساعات تربطني بيه. ما قدرتش مش ممكن ان انا حكاية معقولة قرار سريع ما لا مش هو ده حتى لو شطبوها وعاقبوني ان انا يشطبوا عليا الشهرين بس مش ممكن ان انا اكمل في هذا المكان. رحت الجراحة العامة برضو الدم بشكل الطوارئ انا برضو من عارف ازاي يومي بحب ان انا انظم طبيعه ربانيه كده. في ناس بتبقى سهل عليها انها تحط راسها على المخده تحب تعيش على الطوارئ ما عنده اي مشكله ما فيش مشكله خالص. هو ينام ساعتين ثم يصحى يقعد اربع ساعات ثم ينام تاني يعني الاستشاريين بتوع التخدير يومهم كده غير منظم خالص. في اي وقت اون كول يجي تعالى اقعد لازم يقوم صحصح وعلى طول شايفه قهوه طبعا معظمهم بيشربوا سجاير كميه كبيره جدا. انا مش طبيعتي دي انا احب اروح العياده عندي لسته ما عندناش الطوارئ الكتير اللي هي تغير عليك برنامجك اليومي لا ما اعرفش. فدي ده يبقى ده الدم والطوارئ. واهم حاجه بقى كنت انا شغوف بيها جدا الحقيقه ان قسم العيون فيه كميه تكنولوجي عاليه قوي. بحب الكمبيوتر سمارت فونز بحب طبعا كان زمان كان لسه الحاجات دي جديده على بداياتها فليها دعوه شويه بالليزرز. كل الليزر كلها ارقام وفيها فيزيكس كتير وانا بحب ده. جميل. يمكن ده من البرانشات القليله جدا في الطب اللي ليها دعوه بالارقام. مش كتير من الدكاتره بتهواها وانا احب ده. فقلت ايوه يبقى نتيجه 1 2 3 هم دول اللي هيخلوني ان انا ادخل هذا المجال وربنا اكرمني الحمد لله من واسع يعني ما شاء الله فضل من الله ما شاء الله. طيب دكتور محمد يعني عيشنا معك في غرفه العياده المواقف اللي تصير في غرفة العيادة الحالات الطارئة برضو يعني أغرب موقف تمر عليك لا ده في كتير يوميا يعني على سبيل المثال الجميل في التخصص بتاعي دلوقتي بدأت بقى احنا دايما بقى في الطب انت عارف بنبتدي الأول طب بيبقى عام بتدرس كل التخصصات ثم تخصص ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم بتتخصص في حاجة صغيرة جدا جدا في العيون. على سبيل المثال مثلا انا بعمل عمليات تصحيح الابصار بالليزر. جميل. احنا كنا لسه بنتكلم فيها وجعلها اسئله في الهاشتاج. طيب في يا سيدي زوج وزوجه وانا بحب جدا لما يكون الفضل ونعمه عند ربنا دلوقتي من كتر انا بقالي دلوقتي قريب من 20 سنه هنا في المملكه فبقى عندي كميه صداقات كتيره واسر كتيره جدا يعني خلاص عملنا اصحاب اكتر منها كعلاقه طبيب بمريض. عامل لاختها وعامل لجوزها وعامل لجوز اختها وكده فهم قالوا خلاص احنا هنعمل احنا الاثنين في يوم واحد. كشفت عليهم عملنا الفحوصات عملنا كل حاجه الراجل انا اللي اخش الاول اتفضل يلا دخلنا جوه عملنا العمليه خلصت زي الفل بقى فرحان جدا اول ما قام من الكرسي شاف الساعه اللي ما كانش بيشوفها قبل العمليه لكن كان عامل العمليه اللي هي القديمه شويه اللي بنسميها الليزر السطحي
ودي بيبقى فيها ما فيهاش قطع الطبقات القرنيه، لكن الالم بعد العمليه بيبقى شديد قوي. جات الزوجه دورها، يلا يا مدام، قالت لا طب خليني المره الجايه، انا عندي 3 ايام في الاسبوع. فقالت خليها الايه بعد يومين تاني. طب خلاص انا رحت ما فيش مشكله خالص. بعد ما دفعوا وخلصوا وكله وكله زي الفل، اول يومين بعد عمليه الليزر صحي فعلا بيبقوا صعبين. جت تاني يوم قالت لا انا غيرت، مش عايزه، بطلت. طب خلاص رحت، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو طبيعي ان يبقى فيه الالم الاول زي ما انا شرحت قبل العمليه، اعراض. لا 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 ده المهم احنا طبعا النوع ده من الليزر بيبقى ارخص من اللي هو العادي، بيبقى ارخص شويه من الفيمتو والتقنيات اللي هي الاحدث الاسرع في التحسن والاقل في الالم. عدى الشهر، الشاب بقى 6/6 من هنا، وجات الست عايزه اعمل العمليه. طيب يلا، قالت لا انا عايزه اعمل الاحسن اللي هي الاسرع. تخلت عن جوزها في في نوع العمليه. هي دفته هو الاول، عمل اللي هي ورجعت هي تعمل احسن حاجه. فيعني طيب دكتور، بما ان في عمليه الليزك، هذا السؤال من المجداوي الاولى، تقول بعد عمليه الليزك تصير العين جافه. هذا حقيقي، ولازم قطرات العين تكون موجودة. بنستمر عليها تقريبا 6-9 شهور. حلو. السؤال، ما في حل اخر هالمشكلة غير القطرات؟ كل العمليات بتعمل جفاف بدرجات متفاوتة، لكن طبعا في بالنسبة كحل بديل واضح انها مطول مع واحدة ولا ايه؟ هذه واحدة. واحد واضح ان هو مطول معها او ايو، في حاجة اسمها سدادات سيليكون بتتحط في جفن العين وبتحسن جفاف بشكل كبير قوي، وما يحتاجش المريض ان يستعمل 3 أو 4 مرات في اليوم بدل كل ساعة بشكل مكثف. طيب يعطيني قهوتك دكتور. هذا برضه الله يسعد قلبك يا رب، لسه والله ما خلصتها. طيب يسعد قلبك. تشرب؟ تسلم. هشرب. بما ان دخلنا في الاسئله، انا اعاني حكه شديده مع دموع، ويصير وتصير العين حمراء. حكه شديده مع دموع. اشهر سببين يا ابو حميد في الجزئيه دي هي الجفاف وحساسيه العين. نفرقهم عن بعض ازاي؟ اذا واحد عنده جفاف العين وجوه البيت، لما بيجي يتفرج على التلفزيون او بيمسك الجوال عينه بيحس بالحكه والحراره وجوه البيت، ده ميال اكتر ان يكون جفاف. طيب لكن لو هو بيجي له الحكه بره البيت، ها، ومالوش دعوه اكتر مع لما بيطلع ناحيه البحر او مثلا بيطلع البر ولا حاجه، ده اكتر ان يبقى فيه حساسيه. والحساسيه تيجي في سن صغير، والحساسيه يبقى معاها حكه شديده، الجفاف يبقى حكه قليله. الافرازات المخاطيه البيضاء اكتر مع الحساسيه من الجفاف، وبالكشف طبعا هو اللي بيحسم. طيب يا دكتور، الحالات اللي تصير بعد ما تصحى من النوم، يعني في بعضهم تجيهم الحكه دائما بعد ما يصحى من النوم، والحكه هذه تصاحبها دموع، هل هذه لا تشخص؟ دي اسبابها كتير قوي. ده عاده ما يكونش حساسيه، ده بيكون عاده يا اما يكون في التهاب في حرف الجفن، او بيكون جفاف شديد جدا. ده وده علاج وبسيط جدا، لكن التهاب حرف الجفن الحقيقه محتاج رعايه خاصه، محتاج كمادات يتعمل ميه دافيه على العين، محتاج ان يتنظف حرف الجفن كويس بمضاد حيوي، يعني حاجات اجراءات بسيطه جدا بس بيطول وبعد كده بيخف. طيب للامانه يا دكتور، السؤال فيما يتعلق بامراض العين، هل تشوف انه في بعض ممن يصاب بهذه الامراض عندهم لا مبالاه في عيونهم؟ يعني ما يهتم في الامراض اللي تجي او الاعراض الخطيره اللي تجي الى ما تتراكم عليه تصبح مصيبه كبيره بدل ما كانت حاجه صغيره. والله بص يا احمد، هي الموضوع مش موضوع في العيون، يعني انا بسال زمايلي حتى في بقيه التخصصات الثانيه. طب انا هسالك انا سؤال، انا هرد لك السؤال بسؤال. لو ابنك او بنتك او انت حلقك وجعك، بتروح للدكتور؟ لا. عارف بتعمل ايه؟ مين الممرضه اللي موجوده في البيت؟ إذا كنت متجوز المدام، صح؟ صح. أو إذا أنت مش متجوز ماما الوالدة، وإذا مش ماما مش موجودة خالته، وإذا مش خالته تبقى تيتا، صح؟ هو ده. وبعدها مين الليفل الثاني؟ الصيدلي. صحيح. عارف مين آخر واحد خالص؟ الدكتور المتخصص. الدكتور الدكتور يبي دراهم ويبي كشفية ويبي سيارة. لا لا لا، أنا أقول لك على حاجة، في ناس عندها تأمين صحي مجاني، وفي ناس على حساب الدولة مجاني. أنت عارف المشكلة في إيه؟ ما هيبغى يجلس، ما يبغى يروح. هو موضوع ما فيهوش فلوس، في خوف، في كده رهاب. اعتقد ان ليه دعوه ان احنا في عالم سريع جدا، محتاج ان هو يروح يدخل على طول. طب ما انت بتروح تعمل دقنك ولا بتعمل شعرك عند الحلاق بتقعد بالساعه،
اشمعنى عند الدكتور مش عايز تشتري؟ الانتظار يعني مشكله عند الناس ان ما تبغى تنتظر. طبعا دي مشكله. ولذلك بدا ده ياخدنا لحته تانية جميله جدا لو تحب ان احنا نطرقها. بقى دلوقتي الاسئله على السوشيال ميديا اكتف بشكل كبير جدا. صحيح. ممكن تستغل بطريقه صح يا احمد ومحمد؟ ممكن. وممكن تستغل بطريقه سيئه. بمعنى انا ممكن عندي مشكله في امراض العيون، في اتنين قدامي ما انا اعرفش مين فيهم اللي صادق، فبخش على الدكتور مثلا حنتيره الاكونت بتاعه كذا، دكتور انا عندي حكه كذا 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 كذا، في حدود الاجابه اللي هو الهيستوري اللي هو بيداني التاريخ المرضي بعرف اجاوب. ممكن يصطادوا واحد تاني بقى، لا 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 خد بس زيت الخروع واعمل مش عارف. والله بيحصل حاجات شعبيه جدا ويخش فيها هذا الشاب ويتعالج منها وتلاقي دخلنا في ليله تانية سواء في العيون او سواء في تخصصات تانية. بشكل عام مواقع موجهه اكونتات جاهزه لبيع تركيبات معينه من اماكن وتوصلك لحد البيت، مش انت كسلان تروح للدكتور، لا انا هجيب لك اللي انت عايزه بس حول على الرصيد فلان الفلاني. خاصه الطب يا دكتور اتوقع ان كل حاله لها خصوصياتها، يعني ممكن اثنين ممكن شخصين يعني عندهم دموع في العين هذا غير هذا. ده صحيح. بس المشكله بقى يا محمد المريض بيفتكر ان الدكتور لما يقول له لا انا فعلا انا خايف ان انا اشخص غلط يطلب علاج. يا ابني انا التشخيص المرض عباره عن شقين، شق انا بسمع منك وشق التاني فحص. الناس بقى بتعرف انت من كتر ما انت عايزة تاخد العلاج في ساعتها بتفتكر ان انا مش عايز اكتب العلاج عشان اجرهم للعيال، مش كده خالص. انا عايز ما تفرقش معايا الحمد لله، بس انا الفكرة كلها ان انا مش عايز اكتب لك علاج غلط تقوم تتدهور حالتك وبعد كده اتحسبت عليا ان انا عالجتك غلط. بينما بس ميثاق الطب، ميثاق الطبي ما فيش حاجة اسمه تويتر، فيش حاجة اسمها انستجرام تكتب لي خالص. انا بحاول ان انا اطمنك ان الحالة بتاعتك دي لها علاج او لها جراحة او لها كذا على قد امكانيات المعلومة اللي انت بتدهاني. ممكن تديني انت معلومة غلط خالص في تصورك ان انت بتديني معلومة صح، بيتهيأ لك انها معلومة صحيحة لكن ما لها علاقة بالعلاج. لكن دكتور محمد لو رجعنا في يوميات طبيب عيون، دكتور محمد جزء منه في العيادة يعالج الناس ويشخص الحالات و و و وفي جزء آخر في وسائل التواصل الاجتماعي في الاتصالات في الرسائل. كيف الدكتور محمد خارج الدوام الرسمي؟ كيف هو بالبيت مع الرسائل مع الأسرة مثلا؟ يعني مثلا أنا مش بدخل الحقيقة بأقحم أسرتي في السوشيال ميديا، لكن أنا سناب شات من يوم ما ابتدى أو مش يوم بتاع من يوم ما أنا ابتديت أدخل فيه من حوالي 6 شهور أو أقل، بحاول أن أنا أغير صورة الطبيب دايما مقشر ودقنه وراسه وانفه مرفوع لفوق، وان انت حاولت ان انت تقرب منه عشان تساله او مثلا تاخد منه يعني معلومة. استشاره او معلومه، يبقى انت لازم تبقى انت تاخد بالك جدا من بحاول اغير الصوره دي عادي خالص، بحط نكت بحط مواقف. انا واحد مثل طبيعتي يعني. كده انا انسان طبيعي انا طبيعي، هتقابلني في العياده هتلاقيني ان انا فكاهي جدا، هتقابلني في الشارع هتقابلني كده، هنروح مول هنتقابل مع بعض بنفس الطريقه على سناب شات كده في انستغرام كده في تويتر كده. لكن اتكلم في الجانب الثاني الرسائل اللي تجيك الاستشارات الطبيه، كيف تعطيها وقت اخر غير وقت الدوام؟ كيف تراعي هذا الجانب؟ عليك انا بصراحه مش ما بقيت انا دلوقتي سبت الموضوع ده لاثنين من زمايلي في المركز يتابعوا شايلين الليله بيبعتوا لي على الواتساب انا برد عليهم وهم بيردوا على البيشنتس على قد ما بقدر. لكن انت لو تفتح الجوال بتاعي بيصل ما بين 40 الى 100 رساله يوميا. ما شاء الله هذه كلها استشارات. انا متاكد ان انا يعني طبعا ده بيعمل لي مشكله كبيره جدا في البيت. انت تخيل بقى ان انت بعد ما تخلص عيادتك 8 ساعات بعمليات بكذا تدخل البيت سلام عليكم. انا كودني كدكتور مهم جدا جدا ان انت قاعد بس تسمع مشاكل المريض في العياده. فعيوني وحصل او انا عملت عمليه وفشلت لا قدر الله ورحت عنده وسافرت برا السعوديه وكذا وهذا التقرير قاعد تسمع شكوى 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 8 ساعات صحيح. تدخل البيت والله والله ما قادر اسمع شكوى واحده الله. مش عايز حد يكلمني خالص فعلا ده حقيقي. وطبعا انت زوجتك او كلنا زوجاتنا بتبقى قاعده في البيت مستنيه اللحظه اللي يفتح فيها الباب بوم فتدي لك الايه الكميه. سيبيني دلوقتي انا عايز ان الساعه دي اللي هم الساعه اللي ما بين العياده مش عايز اتكلم فيها خالص.
ثم بعد كده ريلاكس. ممكن بقى بعد كده احكي لي بقى حصل ايه والاولاد عملوا ايه وعملوا وسووا واتخانقوا وحصلوا والجيران ولبلا. طبعا المخرج اعطانا عين حمراء يقول انتهينا يقول انتهينا والوقت انتهى والحديث والله ماتع معك حبيبي. الله يسعدك. والاسئله كثير جدا في الهاشتاج لكن ان شاء الله أتشرف. تعدنا ان شاء الله بوقت اخر من عناية الاثنين في اي وقت القعده معاكم ان شاء الله خير. الله يبارك فيك دكتور محمد هذه الاستضافه الجميله وهذه اليوميات الرائعه يجعلها في موازين حسناتك يا رب. طيب مشاهدينا الكرام سعدنا بكم في هذه الليلة إن شاء الله تكون أيامكم سعيدة. موضوع الفائزين في الفائز في فكرة الأفكار الإيجابية إن شاء الله سوف يتم التواصل معه بعد انتهاء الحلقة. دمتم في رعاية الله. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا